أعزائي المشاهدين، ننتظر الآن نعمان حكم المباراة ليعلن بدء السباق. سداد سداد هيا بدأ السباق الآن. المتسابقون ثلاثة يقفزون بنشاط. صاحب الكيس الأخضر صار في المقدمة، بينما المتسابق الأخضر ما زال يقفز. يا سلام يا سلام، ما زال يقفز بجانب المتسابق الأصفر. المتسابقون الأحمر والأصفر والأخضر كلهم بجانب بعض. يا سلام، المتسابق الأحمر صار أبعد. يا سلام، إنه يقفز بنشاط. المتسابق الأحمر يقترب من البنات حاملات الأعلام. هيا هيا بسرعة، إنه يقترب 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 يقترب. يا سلام، المتسابق الأحمر يقترب العلم الأبيض ويعود. يا سلام بسرعة، يا سلام، الأولاد نشيطون. هيا هيا يا أولاد بسرعة بسرعة. المتسابق الأحمر يسرع يسرع. ها ها، لقد فاز المتسابق الأحمر. قف. هذا الصبح حين أفقت إني بكيت ثم ضحكت. أنا لم أعرف ما أضحكني أو أبكاني، فرح حزن شيء ثاني. ولذا رحت أسأل أمي كي تشرح لي فرحي همي، لكن أمي لم تخبرني لم تخبرني. فالأم تحكي دائما عن كل شيء ينفع، حد وواحد اثنان حتما تجمع، وعن عبور شارع أو تقرأ العنوان، وعن حذاء تلبس أو تمزج الألوان. الألوان فكر فكر وحدك، فكر فكر فكر، إن لم تعرف معنى شعورك وحدك فكر 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 وحدك فكر 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 وحدك فكر فكر فكر، إن الجواب يوجد في داخلك. فكر فكر. كان بقربي يسكن يوما خير صديق، لكن قال ولأسبابي أنا قد أرحل. فتساءلت ما أسباب الحزن عندي، أنا لا أدري مرض هذا أم منظير. فلأسأله قلت لنفسي قلت لنفسي، إن الصديق يعنيك في سائر الأمور، وإنه بفرحة يهواك في سرور، وربما يساعد في الدرس والكتابة، أو قد يفي بوعده وفي الطريق يصحبك. وحدك فكر 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 وحدك فكر فكر، إن لم تعرف معنى شعورك وحدك فكر 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 وحدك فكر 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 وحدك فكر فكر، إن الجواب يوجد في داخلك. فكر فكر وحدك فكر 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 وحدك فكر فكر فكر، إن لم تعرف معنى شعورك وحدك فكر 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 وحدك فكر وحدك فكر فكر فكر، إن لم تعرف معنى شعورك وحدك فكر وحدك فكر. الشمس حارة، الشمس حارة. ماذا قال لهم؟ قال لهم إن الشمس حارة، وطلب منهم أن ينتظروا الباص تحت المظلة. فعلا المظلة تحميهم من أشعة الشمس. Ha ha ha.
عفوا يا سيدي، هل تعرف ما الدائرة؟ هل يمكنك أن ترسم دائرة؟ هذا جميل، لكن انتظر، سؤال آخر، هل تعرف شكل التفاحة؟ ممتاز، هل يمكن أن تأتي إلى هنا؟ هل يمكن أن تشير إلى صورة التفاحة؟ هل يمكن أن ترسم دائرة حول التفاحة؟ نعم، دائرة. نعم، دائرة حول التفاحة. هل يمكن أن ترسمها؟ لا. ماذا تعني؟ أوه، نكتة صغيرة. جميل جدا. بهدوء بهدوء، قفوا في صف واحد. قف أنت هنا. لا لا لا، أريد أن أرجع على الوراء، أنا وصلت أولا، أنا وصلت قبلك. لا، أنا قبلكم جميعا. من أين أتى هؤلاء الأطفال؟ كنت أدربهم على اللعب بكرة القدم، فأعطيتهم فرصة للاستراحة فجاءوا إلى هنا. والبنات هن المشجعات. إذا تعال ساعدني يا فرحان، أنت السبب في هذه المشكلة. حاضر حاضر حاضر، ابتعدوا قليلاً. بهدوء، قفوا بنظام، بهدوء بهدوء. تعال أنت هنا بهدوء، قفوا في صف واحد. ها البنات هنا، البنات هنا، البنات هنا. بهدوء 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 بهدوء. اذهب أنت مع الأولاد. هذا صحيح. إذا كنت بحاجة إلى عمل سنجد لك عملا، تفضل ادخل. مع السلامة. ماذا؟ قلت ادخل. أنا أدخل؟ نعم. شكراً. وما هذا المكتب الجميل سيدي؟ أنا كركور. هل رأيتك أنا من قبل؟ أنا أعمل الآن نادلاً في المطعم القريب على ناصية الشارع. ولكني نعم. ولكني أبحث عن عمل جديد. وما نوع العمل؟ أنا أحب مثلاً أعمال الإنقاذ. عامل إنقاذ؟ نعم سيدي. طيب، وهل تعرف ما المطلوب من عامل الإنقاذ؟ بكل تأكيد يا سيدي. كما أعرف، أقعد على كرسي كبير حتى أرى الجميع من مكان. نعم. أتأكد أنهم سالمون، وإذا رأيت طفلا يركض قد يتحسر ويسقط. نعم. أنفخ في صفارتي، أصيح نعم. وأقول له لا تركض. نعم. وإذا رأيت طفلين يلعبان وسوف تصدمهما سيارة مسرعة نحوهما، فإنني أنفخ في صفارة. وتعرف ماذا أقول؟ ماذا أقول لهم؟ إنني نعم. ويظهر أن رئتيك على الأهبة دوما يا قرقور. شكرا. وعندي معي أدوات الإنقاذ أيضا، عندي صفارتي وعندي قبعة وعندي أيضا نظارات ضد الشمس، وعندي أهم شيء، عندي غطاء للأنف حتى لا تحرق الشمس أنفي الصغير. نعم نعم، أنت تعرف عملك جيدا. شكرا. ولكن يجب أن تقابل رئيس الإنقاذ، إنه في حوض السباحة. شكرا على الحق. حوض سباحة؟ طبعا، مهمة رجل الإنقاذ هي أن يبقى قريبا من حوض السباحة، يراقب السابحين ويساعدهم عند الحاجة. إذا لابد لي أن أتعلم شيئا جديدا. نعم نعم. ما هو؟ أتعلم السباحة.
هذه هدية. هاء هدية كلمة تبدأ بالحرف هاء. هاء هاء الكامل محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي العالم والرحالة العربية الشهير. ولكن ابن بطوطة واحد وأنتم ثلاثة. لحظة يا بني، هذا ابن بطوطة عندما كان طفلا صغيرا يتعلم القراءة والكتابة في مدينة طنجة في المغرب. وهذا ابن بطوطة عندما كان شابا وسافر إلى مكة المكرمة ليحج. أحسنت يا صديقي، ومنذ تلك الرحلة إلى الحج قمت برحلات مشهورة، فزرت العراق وإيران وتركيا والهند والصين وأفريقيا، كما زرت الوطن العربي كله. يقولون إنك جمعت المعلومات والحكايات التي مرت بك في حياتك في كتاب شهير. أجل، في هذا الكتاب، إنه ممتلئ بالحكايات العجيبة. هل ستكتب عن شهر 20؟ يا نعمان، ابن بطوطة عاش منذ زمن بعيد ولم يعد موجودا الآن. ومن هذا؟ هذا فرحان يا نعمان. أحسنت يا فرحان. لا 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 هذا يوم جميل يا ماما. لا 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 يا حبيبة ماما يا دودو، أجو فعلا جميل جدا. نعم، هذا يوم رائع جدا يا ماما، يوم جميل ورائع يجعلنا كلنا مبللين بالماء. أعوذ بالله، ماذا تقصد يا دودو؟
مبلل يا ماما. ألست مبللة أيضا؟ أنا لست مبللة. هذا غريب. انظروا أنا مبللة. هل أنت مبللة؟ نعم أنا أيضا. أنا لست مبللة. هذا غريب. انظروا إلي، انظروا أنا مبلل. أنت مبلل يا بابا؟ إنه مبلل. نحن مبللون. أنا لست مبللة. هذا غريب. كيف يا ماما نتبلل وأنت لا؟ أنا لا أعرف، أنا لا أعرف السبب يا توتو، لا أعرف أبدا. ممكن في هذا اليوم الجميل الصغار هم الذين يتبللون ويبقى الكبار جالسين. لم أكن أعرف هذا. لا لا، غير صحيح، فأنا كبير كما ترون، وأنا الآن مبلل أيضا. يمكن في اليوم الجميل الأولاد هم الذين يتبللون والبنات جافات، ما رأيك يا توتو؟ هذا ممكن، لكنني بنت وأنا الآن مبللة. صحيح، كلامك هذا صحيح. هل تعرفون، أنا أعتقد أن هناك مطر ينزل من السماء وأنتم لا تدرون. ماذا؟ كلام ماما صحيح، عندما ينزل المطر من السماء فالناس الذين يقفون في الخارج نعم يتبللون. انتظروا لحظة، لقد لاحظت شيئا. ما هو يا توتو؟ نحن في الخارج ولكن ماما في الداخل. صحيح، هذا صحيح. بابا هل ندخل؟ هيا ندخل جميعا. نعم يا سلام، لقد نجحنا. جيد، لقد سقيت الآن كل الزر. أرجو أن لا تكون الحشرات قد تبللت. إنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى اللقاء.